بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظ الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية الشقيقة بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده، وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة ولشعب الجمهورية اليمنية الشقيق تحقيق كل ما يتطلع إليه من التقدم والازدهار ودوام الأمن والاستقرار.